الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زلنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكة وفي بداية الدعوة وفي العقبات العظيمة التي واجهت دعوة الإسلام في مكة. المشركون سلكوا أنماطاً عديدة في صد دعوة الإسلام وفي إطفاء نور الله عز وجل بأنواع شتى، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ما تركوا طريقاً إلا سلكوه من أجل إسكات محمد صلى الله عليه وسلم وإيقاف الوحي وإنهاء الإسلام. بدأوا بالشدة، فوجدوا أمامهم رجال الموت أحب إليهم من الحياة. غيروا الاستراتيجية، قالوا إذن نعمل حوار مع هذا الرجل، نفتح الحوار. فتح الحوار، النقاش ممكن يتوصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد. قالوا تعال يا محمد، نتفق معك على أن تعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة، نعبد إلهك سنة نكون مسلمين، وسنة ثانية تكون مشرك معنا، وننظر أي سنتين أفضل، نجرب هذا ونجرب هذا، نجرب دينك وتجرب ديننا، فأي الدينين أحسن كلنا نتفق عليه. وينزل القرآن، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. انتهى العرض. هذا مرفوض. قالوا هذا لأن سنة طويلة، خلوها يوم واحد بس، وجه النهار خليك معنا والليل حنا معك. لا، ويرفض. يقول هذا الرجل لعله إنما أخذ هذه النبوة والكلام هذا من أجل أن يكون ملك أو يكون غني أو يكون عنده سلطة على النساء ويكون عنده حريم، تعال نعطي عروض ثانية. فكونوا وفد للعرض على محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا يا محمد، إن كنت تريد ملكا ملكناك، خليك ملك على العرب، على قريش، ومن ملك قريش ملك العرب كلهم. إن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد نساء زوجناك من أحسن نساء العرب، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أحسن مالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وتترك هذا الأمر. مرة صلى الله عليه وسلم كان لم يسمع، ما أجابهم، ما أعطاهم وجه. قالوا نذهب إلى عمه أبو طالب، خلي عمه يضغط عليه. فجاءوا إلى عمه، يا أبا طالب احكم بيننا وبين ابن أخيك، إن أراد ملكا ملكناه، وإن أراد مالا جمعنا له مال حتى يكون أغنانا، وإن أراد نساء زوجناه، وإن كان الذي به جن أو سحر رقيناه وعالجناه، هو ابننا. أبو طالب قال هذا كلام العقل، هذا كلام جميل. نادى ابنه، قال له يا ابن أخي، ألا تسمع من قومك ما يعرضون عليك؟ قال أسمع. فأعادوا عليه نفس الطلب، إن أردت نفس الأربعة، ملكا ملكناك أو مالا جمعنا لك أو نساء زوجناك أو إذا كان معك مرض أو سحر أو جنون عالجناك. فبما أجاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عم، يا عماه يعني أبو طالب، يا عماه، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر، على أن أترك هذا الأمر، ما تركته. هذه رقم واحد. اثنين،
ألا يقبلوا مني ما أدعوهم له؟ إنما أدعوهم إلى كلمة واحدة يقولوها يملك بها العرب والعجم وتدين لهم الدنيا. فتكلم أبو جهل قال وعشر كلمات، يعني إذا كان مسألة كلام نحن نقول عشر كلمات ليست كلمة واحدة، هات الكلمة، ما هي الكلمة؟ قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا إلا هذه، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ طيب وين اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ وين هبل؟ وين وين وين؟ لا لا ما يمكن، هذه آلهة الأرض وإلهك إله السماء، هذه عقيدتهم. ولم يعلموا أن الله هو الإله في السماوات والأرض، هو الإله وحده لا شريك له. رفضوا طلبه ورفض طلبهم. جاءت الحيلة الأخرى، آخر محاولة، هذا قالوا نعجزه، نطلب منه شيء مستحيل، فإذا عجز عنه قلنا هذا ليس بنبي. طيب يا محمد، إذا أردت أن نصدقك ونعلم أنك فعلا نبي، خلي الله عز وجل يرسل ملائكة يصدقوك، نشوف الملائكة وهي تشهد أنك رسول الله، إذا رأينا ذلك علمنا أنك فعلا رسول الله. ملائكة فاضين؟ طيب الخيار الثاني، تكون أنت أغنى رجل في الدنيا، هذه الجبال اللي في مكة خلي ربك يخليها جنات خضراء ويجعل لك قصورا عليها ويجعل لك ربك سلم من هذه الجبال إلى السماء تصعد عليه وإحنا شايفينك، إلين تروح السماء وتنزل شايب لنا كتاب من الله أنك فعلا رسول من عنده. إذا عملت هذا إحنا عندئذ نؤمن بك. سبحان الله، يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله عز وجل له قل هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني أنا لست رب العالمين، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كل هذه المحاولات باءت بالفشل، فبدأوا أيضا للمرحلة الأخرى زيادة الضغط، وبدأ أبو لهب ومن معه بالعداء السافر، وهو التحذير علنا من محمد صلى الله عليه وسلم، تحذير الحجاج والمعتمرين والزوار والتجار وعلية القوم، كل ما دخل أحد الحرم انتبه. ويأتي رجل من دوس اسمه الطفيل ابن عمرو الدوسي، وكان سيد دوس، دوس تعرفونها من زهران. فلما وصل الطفيل ابن عمرو الدوسي قام إليه رجال من قريش بيدهم قطن، تعرف القطن الكتان، قالوا يا طفيل تعال، النبي عند الحرم عند الكعبة رجل مجنون يسحر الناس بكلامه، فتعال نملأ أذنيك قطنا حتى لا يسحرك الرجل. فملوا أذانه بالقطن عشان ما يسمع القرآن. وهم ماذا فعلوا؟ عند الكعبة يلغون وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، عندما يبدأ يقرأ القرآن أنتم صفقوا تكلموا عشان ما حد يسمع القرآن، واللي يجي من برا عبوا له أذانه ملوا أذانه بالقطن. ويأتي الطفيل وتملأ أذان الطفيل قطنا، ويدخل الطفيل يطوف أذانه مملوءة بالقطن لا يسمعوا شيء. قال الطفيل فلما طفت الشوط الأول وجدت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ، أرى شفاه تتكلم ولا أسمع ما يقول، قلت والله إني لمن العرب وأعلم الشعر والنثر وأعلم الكلام فلما لا أسمع؟ وينزع الطفيل القطن من أذنيه ويستمع، فعلا أحب شيء إلى الإنسان ما منع، يذهب إليه يستمع. هم لو ما كلموه كان يمكن طاف ومشى، لكن من باب التحذير خلوه يقول لماذا، خلي نشوف إيش الموضوع. قال الطفيل فجئت إليه فاستمعت للقرآن فعلمت أنه كلام الله،
فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. أسلم الطفيل ابن عمرو الدوسي وقال: يا رسول الله، إني سيد دوس وإني ذاهب إليهم الساعة، فادعوا الله أن يجعل لي آية حتى يسلموا. قال: اذهب فإن الله جاعل لك آية. وينطلق الطفيل بن عمرو الدوسي إلى بلاد زهران، بلاد دوس. فلما جاء الليل واقترب من بلاده، إذا بوجهه أصبح أبيض مثل القمر، إذا التفت النور في وجهه. قال الطفيل: اللهم انقل هذا النور من وجهي إلى مكان آخر حتى لا يفر الناس مني ويظن أن بي مثله. واحد وجهه منور مثل اللمبة أو مثل القمر يخوف الناس، فانتقل النور إلى يده. قال: اللهم انقله من يدي حتى لا يظن الناس أن بي مثله، فانتقل إلى صوته. فأخذ الطفيل يلوح بصوته كأنه البرق، فاجتمع الناس ينظرون هذا البرق الذي هو على الأرض، إذا صعد على جبل صعد، إذا نزل نزل، ما هذا النور؟ فإذا بدوس كلها اجتمعت. ويأتي الطفيل قبيل الفجر: يا بني دوس. قال: لبيك، نساؤكم وطعامكم وشرابكم ودياركم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثمانين بيت من دوس تدخل الإسلام على يد الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. ويشتد في مكة أيضا الحصار لهذه الدعوة، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، يريد يخرج من مكة، وكل ما عرض نفسه يأتي أحد قريش، أبو لهب أو غيره: لا تسمعوا له، لا تتبعوا، هذا مجنون، هذا كذاب، هذا ساحر، تهم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى الطائف مهاجرا فارا بدينه، ولعله أن يجد في الطائف آذان واعية، يجد عقول تستمع لهذا القرآن. وصل إلى الطائف في وقت الظهيرة، فجاء الطائف كانت مزارع وما زالت. فلما عرض عليهم الدين للأسف لم يجد عقلاء، وجد ناس قالوا: لو كان في خير كان قومه أهل مكة أولى به اتبعوه، فما دام قومه أهل مكة لم يتبعوه، أشرافهم لم يتبعون، نحن من باب أولى. فوكلوا به السفهاء والغلمان، فكانوا يرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام. وكان معه بلال، يقول بلال: فكنت أتعرض بجسدي للحجارة حتى لا تقع على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تقع الحجارة على النبي حتى أدموا قدميه، سال الدم من قدميه صلى الله عليه وسلم. وهو مع بلال يهرولان، والطفل الغلمان وهؤلاء السفهاء يرمونهم بالحجارة. عاد النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى ظل شجرة، استظل بظلها، أبصره رجلان من أهل الطائف، من عقلاء الطائف، رقى له، قال: هذا المسكين، هذا يعني أقل شيء ضيافة. فأرسلوا له عنبا مع رجل من أهل العراق من نينوى. أخذ ذلك الرجل العنب وجاء يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الرجل، هذا عنب فكل منه. فقال النبي: بسم الله. طبعا هذه الكلمة لا تقال عند الجاهلية. فهذا الرجل كان مسلما مؤمنا بيونس بن متى من قرية نينوى التي آمنت عن بكرة بها إلا قوم يونس، هذا من ذرية قوم يونس، وكان على دين يونس عليه السلام. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين أنت؟ قال: أنا من نينوى من أرض العراق. قال: من بلدة أخي يونس بن متى. قال: وما أدراك بيونس بن متى؟ قال: هو نبي وأنا نبي،
قال هذا الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا الوحيد اللي آمن من الطائف وقتئذ، رجل من العراق من نينوى. فقام هذا الرجل يقبل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويده ويبكي، فخاف عليه أسياده أن يكون سحرة، لأن العقيدة عندهم أنه سحر. رجع فبدأ يعذب في الطائف كما عذب المؤمنون في مكة. البشر بدأوا يتنكرون لهذه الدعوة، العرب بالذات. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، يعود لماذا؟ للأذى الذي كان فيه من قبل. وفي الطريق يقوم صلى الله عليه وسلم يصلي بمنطقة للليل، فيبعث الله إليه جن، نفرا من الجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. لما أبى البشر أن يستمعوا للقرآن، أوحى الله عز وجل إلى الجن أن ينصرفوا فاستمعوا للقرآن من محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، هذا الجن جاءوا من اليمن، من مدينة نصيبين في اليمن، وهم أفضل الجن وهم صحابة. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. هؤلاء الجن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهم أنهم يستمعون له، فأخذ يقرأ القرآن ويصلي، وإذا بالجن تتجمع وتستمع. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هؤلاء الجن كادوا أن يزدحموا على النبي، بل ازدحموا عليه حتى كادوا أن يلامسوه من كثرتهم وكثرة ازدحامهم عليه. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إنه الإيمان عندما أبى البشر جاء الجن، وإن تتولوا يستخدم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أبت مكة وأبت الطائف، فجاء الله بالجن يستمعون ويكونوا دعاة. والداعي إذا كان من الجن لا يحتاج إلى خطوط لنقله، ولا يحتاج إلى وسائل لإيصال كلمته. الجن عندهم قدرات من الله سبحانه وتعالى أعطاهم إياها. دخلت الجن في حمل رسالة الإسلام، وأصبح الكون بطرفيه الإنس والجن الثقلين، دخل الحق والباطل في صراع بين الإنس والإنس وبين الجن والجن. ودخلت الإيحاءات والتعاون بين كل طرف وطرف، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وأولياء الله من الإنس والجن أيضا يستمعون للقرآن وينتفعون بالقرآن ويدعون إلى القرآن ويثبت بعضهم بعضا. وهكذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وإذا به يواجه مصائب أخرى. هذه مصائب ابتلاءات تخص البيت النبوي. ابنه صلى الله عليه وسلم القاسم قد بلغ من العمر 6 سنوات، وإذا به يموت ولده. فتفرح قريش ويقولون بتر محمد، انتهى أمره، بتر، لن يقوم له ذكر، لأنه لم يبقى معه ذكر
كان عنده القاسم فمات. فنزل قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ماذا حصل للشانئين؟ أولهم أبو لهب الذي قال: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ قال الله: تبت يدا أبي لهب فوالذي نفسي بيده لقد مات أبو لهب شر ميتة. أصيب بمرض خبيث، مرض يصيب بالعدوى معدي، فخاف منه أهله وذويه ومات في الطريق في الشارع، فبقي في الطريق حتى انتفق جثته، فأصبحت قريش تعير به أبناءه: أبوكم، وأبناءه يخافون من المرض، ادفنوه لو بحجارة. فرموه بالحجارة رجموه وهو ميت، حتى أصبحت كومة من الحجارة على جثته في قارعة الطريق. هذا أبو لهب. ثم يأتي الوليد ابن المغيرة وهو أحد الشانئين. هذا الوليد قال كلمة خطيرة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق القرآن. كان الوليد رجل يعني من حيث النسب ليس كبيرا في النسب، بل هو كما قال الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر ثم قال. إن هذا، شوف كلامه عن القرآن بعد كل هذه الحركات والغضب وبصر واستكبر، والنتيجة النهائية صام شهرا وأفطر على جراد. قال: إن هذا إلا قول البشر. القرآن قول البشر لعنة الله عليه. إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. يوم جات هذيك عليها 19، أبو جهل يتعاطف مع الوليد، قال له: ما عليك يا الوليد، ما دام 19، 10 عندي أنا والتسعة الباقي عليكم. نسي أنهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم يمضي الزمن وإذا بقريش تتفنن في أذية النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذبحت جزور أخذوا ما في بطنها ويأتون إليه وهو ساجد فيضعوه على ظهره. وكانت فاطمة الزهراء رضي الله عنها ألصق بنات النبي صلى الله عليه وسلم به، وأكثر بناته حبا له، وأكثر بناته دفاعا عنه، إذا مشى للمسجد مشت معه. فلما ذات يوم جاء رجل من المشركين يقبض قبضة من تراب فجعل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فقامت فاطمة فسبته، سبته سبا، ثم قامت تنفض التراب عن رأس أبيها والدموع تذرف من عينيها. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، كل هذا والرسول ساجد، عليه الجزور، عليها سل الجزور وعليه التراب على رأسه، ولم يغير سجدته لأنه بين يدي الله. فلما سلم من صلاته وجد ابنته تبكي، قال: يا فاطمة يا بنيتي، إن الله ناصر أباكي وجاعل له مخرجا. شوف الثقة في الله. بعد هذا يمضي الزمن ويأتي عام الحزن. وما أدراكم ما عام الحزن؟ عام
من أشد الأعوام على محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أطلق عليه عام الحزن. كل ما قبله سهل، كل ما بعده سهل. لماذا؟ لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد فيه أعز رجل وأعز امرأة في حياته في مكة. أما أعز امرأة فأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ماتت في السنة العاشرة من البعثة، بعد ما مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 25 سنة، صحبة 25 سنة، ثم تودع الدنيا، تموت خديجة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحزن لفراق الحبيبة، لفراق التي آثرت زوجها على نفسها وأهلها ومالها، أعطته كل شيء، آثرته بنفسها ومالها ورزقه الله منها الولد، ماتت. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة قال على الدنيا العفاء، دنيا بلا خديجة ما قيمتها. فجاء النسوة إليه، طبعا كل ترغب في النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعرض بنت فلان، تزوج بنت فلان، كل ما يعرض عليه لا يساوي خديجة. حتى جاءته صديقة خديجة التي زوجته خديجة أصلا، هذه إحداث وحفاد خديجة، قالت يا محمد يا رسول الله، هل لك في ابنتي صاحبك؟ قال ومن؟ قال أبو بكر. قالت قال صغيرة، عائشة صغيرة. قالت إن النساء لا يكبرن بسرعة، 6 سنوات عمرها من خديجة التي أكبرهن ب25 سنة، أكبرهن ب15 سنة، إلى عائشة التي عمرها 6 سنوات. قالت ثم تأخذ عليها ابنة زمعة سودة. قال إذن اخطبيهما معا. فخطبت له سودة وعائشة في يوم واحد، وعقد عليهما في يوم واحد، ودخل بسودة لأنها كبيرة، وأجل عائشة 3 سنوات، واقتصت عائشة من سودة 3 سنوات. في المدينة لما بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج مع عائشة 7 سنوات، أهم بطلاق سودة لأن صارت أكبر النساء عنده، فقال لها يا سودة إني نويت أن أطلقك. قالت لا يا رسول الله، لا تطلقني، ولكن دعني على ذمتك وليلتي أهبها لعائشة. قال قبلت. فوهبت سودة بنت زمعة ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، وهذا من باب القضاء، وجب قضاء فائتة مطلقا، كما قال خليل بن إسحاق المالكي، لأن سودة أخذ 3 سنوات من عمر عائشة، وعائشة كانت علتها الصغر، وعائشة أخذت 3 سنوات من سودة، وسودة كانت علتها الكبر. تزوج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بسودة في السنة العاشرة من البعثة، وبعائشة في السنة العاشرة من البعثة، وجاءت المصيبة الثانية، موت أبي طالب، مات أبو طالب. طيب، اجتمع في هذه السنة مصيبتان وفرحتان، مصيبة بموت خديجة وفرح بالزواج بسودة، ومصيبة بموت أبي طالب وفرح بالزواج بعائشة، لكن المصيبة كانت أعظم من الفرحة، فأصبح العام عام حزن ولم يسمى عام فرح، لأن المصائب أشد من الأفراح. نسأل الله أن يبعد عنا وعنكم المصائب. أذكر قصة اجتمعت فيها فرح ومصيبة في نفس الوقت في المدينة المنورة. سبحان الله، بيت عزم الناس على زواج ابنهم، وفي ليلة العرس
مات والده، فأول الليل فرح وتصفيق وآخر الليل عزاء في نفس المكان. الزوج المسكين الذي كان يبارك له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير، نفس المباركين يرجعون إليه يقول عظم الله أجرك، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بحسبان، فأيهما أعظم عليه، موت أبيه أو زوجته التي جاءت؟ موت أبيه. فأخر الزواج، ما عاد عنده نفس، قال خلاص البنت تروح لأهلها والله استر عليها حتى يعالج المصيبة التي جاءت. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته المصيبة بموت خديجة والمصيبة بموت أبي طالب، وأراد الله أن يعزي نبيه. والعزاء إذا كان من الله كان عظيما، فعزاه أعظم عزاء لم يعز به مخلوق من قبله ولا من بعده. جاء إليه المبعوث العام من الملأ الأعلى جبريل عليه السلام يحمل البراق بيده، البراق إلى المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم في بيت أم هانة بنت عبد المنطلب عمته، وإذا به يأتي جبريل يقول يا رسول الله إن الله يدعوك لزيارته. آمنت بالله، تعال دعوة لزيارة الله. قال وكيف ذاك؟ قال هذا جبريل، هذا ميكائيل، وهذا إسرافيل، والآن سنعمل لك عملية لصدرك كما عملناها من قبل. فإذا به يشق صدره صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، ويخرج قلبه، ويخرج منه سخيمة الشيطان، ويغسل بماء زمزم، ويملأ حكمة وعلما، ويعاد كما كان، ويخرج صلى الله عليه وسلم مع جبريل إلى المسجد الحرام ويطوف، وإذا بالبراق عند الكعبة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل أركب على البراق. هذا البراق دابة دون الفرس وفوق البغل، أكبر من البغل ودون الفرس، يضع حافرة حيث ينتهي بصره، لا يركب عليه إلا الأنبياء، ومن شدة سرعته أول ما يلمس يبدأ ينطلق. يقول له جبريل اثبت يا براق، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. يركب النبي صلى الله عليه وسلم على البراق، وينطلق البراق نحو الشام، نحو المسجد الأقصى، ساريا ليلا، وإذا بالشيطان منطلق خلف البراق بيده شهاب من نار يريد أن يحرق محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ بكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزون بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء، وشر ما يعرج فيها، وشر ما يلج في الأرض، وشر ما يخرج منها، وشر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ويخنس الشيطان ويبتعد، كيف لا يبتعد وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل البراق إلى المسجد الأقصى، فربط بالحائط جنب الحائط الغربي للمسجد الأقصى، ونزل النبي فوجد المسجد الأقصى ممتلئا بالمصلين. يا ترى من هم هؤلاء المصلون؟ من هؤلاء المسلمون في المسجد الأقصى؟ هؤلاء جميع الأنبياء والمرسلين قد بعثهم الله ليصلوا خلف محمد صلى الله عليه وسلم. يقول له جبريل يا محمد إن الله يأمرك أن تصلي بأنبيائه ركعتين، تحية المسجد، الله أكبر،
في المسجد الأقصى خلفه المرسلون، فصلى بهم ركعتين صلى الله عليه وسلم. وبعدما سلم جاءه جبريل عليه السلام بإناء بصحن فيه أربعة كاسات، كأس من لبن، وكأس من عسل، وكأس من خمر، وكأس من ماء. يا محمد اختر واشرب. نظر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يأخذ؟ أيأخذ العسل؟ ثقيل شربه. أيأخذ الماء؟ خفيف شربه. أيأخذ الخمر؟ تذهب عقله. يأخذ اللبن، فيختار اللبن الحليب، بسم الله، ويشرب. فلما شرب اللبن في المسجد الأقصى ووضع الكأس، ترى اللبن تطلق على الحليب، ليس اللبن الرايب اللي عندنا هنا، لبن والله حليب، هو كله لبن. الله قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، واضح؟ إذا ما الفرق بين الحليب واللبن؟ الحليب من الحلب، مشتق من فعل أنه الحلب، الحلب هذا، لذلك سمي حليبا. أما اللبن فهو ما خرج من الضرع يسمى لبن، واضح؟ طيب، لكن عندنا هنا ما شاء الله اللغة العربية مسوين فيها سبوي. المهم، الشاهد شرب اللبن، فقال له جبريل اخترت الفطرة، لو شربت الخمر لفتنت أمتك، ولو شربت الماء لضلت أمتك، ولو شربت العسل لقلت أمتك. عسل قليل، فشرب اللبن الكثير وشرب اللبن الصافي، فأصبحت أمته كثيرة صافية كالفطرة، واللبن الفطرة، وما من مولود إلا ويولد على الفطرة. بعد ذلك وفي الطريق طبعا قبل وصوله قد شم رائحة طيبة جدا تخرج تنبعث من جهة مصر نحوه، من جهة الشمال بالنسبة له جاءت ريحة طيبة. قال يا جبريل ما هذه الريحة؟ قال هذه ريح ماشطة بنات فرعون. قال وما ماشطة بنات فرعون؟ قال امرأة كانت تمشط بنات فرعون، تمشط لهم روسهم، تسرح لهم روسهم، فسقط المشط من يدها، فقالت يا الله، فاشتكت البنت إلى أبيها إن هذه تدعو ربا سواك، قد آمنت بموسى، فماذا فعل؟ أوقد النار وجعل على النار قدرا من الزيت، ثم قال لها ارجعي عن دينك، فلم ترجع، فأخذ أبناءها الأربع، الولد الكبير 10 سنوات ورماه في الزيت حتى تساقط لحمه عن عظمه وهو حي، الولد الثاني 7 سنوات رماه في الزيت، الولد الثالث 3 سنوات رماه في الزيت حتى مات بين عينيها، الرابع رضيع في سنة، أخذه واللبن يقطر من فمه، فبكت، فظنوا أنها خافت، فأنطق الله الغلام الرضيع، قال يا أمّاه إنها الجنة، فرموه، فقالت يا فرعون إن لي حاجة عندك قبل أن أموت، قال قولي، قالت إذا أنا مت فاجمع رفاتي مع رفات أبنائي واجعلنا في قبر واحد، فإني أرجو أن أحشر مع أبنائي من مكان واحد يوم القيامة، قال لك ذلك، فرماها، فاختلط لحمها بلحمهم وعظامها بعظامهم، ووفى فرعون بوعده فدفنهم في مكان واحد، فلا يزال الطيب يشمه الملأ الأعلى من ذلك المكان، وشمه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. لما شرب اللبن جيء له بالمعراج، وما أدراكم ما المعراج؟ المعراج الذي عرج معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى. البراق مهمته أن يحمل النبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ويبقى مربوط عند المسجد الأقصى حتى يعود النبي الكريم المصطفى من رحلته من الملأ الأعلى. ودعونا نقف
مع النبي عند المسجد الأقصى لنقول: اللهم رد الأقصى إلينا ردا جميلا، اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا، اللهم رد إلينا المسجد الأقصى ردا جميلا. يا من قلت وقولك الحق: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اللهم يا من أسريت بمحمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، نسألك أن ترزقنا صلاة في المسجد الأقصى. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجعل لنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم رده إلينا ردا جميلا وارزقنا صلاة فيه، واحفظه يا رب من أيدي الصهاينة اليهود الغاصبين المغتصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر ربنا منهم أحدا أبدا. اللهم كم سفكوا من دماء المسلمين، وكم دمروا من ديار المسلمين، وكم رملوا من المسلمين. اللهم إنهم ظلموا وأنت الحكم العدل. اللهم فإنك لا يخفى عليك ظلمهم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بأعداء هذا الدين، اللهم عليك بأعداء هذا الدين، اللهم عليك بأعداء هذا الدين. اللهم خالف بين قلوبهم، لا تقم لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم مكن لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم جمعا في الأرض. اللهم مكن للأمة في الأرض ورد إليها أقصاها. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى، يا رب رد إلينا المسجد الأقصى، فإن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. اللهم الأمة كانت تمر على المسجد الأقصى بعد مرورها على المدينة في حجها كل عام، وقد ذهب هذا الثلث. اللهم ثلث المساجد قد ذهب، يا رب هذا المسجد الأقصى رده إلينا، يا رب هذه المدينة المقدسة ردها إلينا، يا رب هذه البلاد المباركة ردها إلينا. اللهم باركت حول المسجد الأقصى وأولى الناس به محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، يا رب نحن أولى بالمسجد منهم. يا رب بيوت أذنت أن ترفع ويذكر فيها اسمك. اللهم المسجد الأقصى لن يرفعه اليهود ولن يذكروا فيه اسمك، اللهم رده للمسلمين ليرفعوه وليذكروا اسمك فيه، ليقيموا فيه الصلاة، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة. اللهم مكن لأولئك الطائفة المؤمنة المجاهدة المرابطة في المسجد الأقصى، اللهم مكن لهم، اللهم مكن لهم. اللهم إنهم الطائفة التي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله، هم رجال بأكناف بيت المقدس. اللهم انصرهم، اللهم احفظهم، اللهم اكلأهم، اللهم اربط على قلوبهم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجمع كلمة المسلمين وتجمع قوة المسلمين. اللهم اجعل لهذه الأمة قوة تملك الأرض كلها بها. اللهم اجعل لهذه الأمة قوة في اقتصادها فتستغني عن أعدائها. اللهم اجعل لها قوة في علمها، وقوة في أبدانها، وقوة في أموالها، وقوة في مناهجها، وقوة في كل مقومات حياتها. اللهم إنا نسألك أن تجعل لهذه الأمة قوة ترهب بها الأعداء، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. اللهم خفف عن إخواننا في غزة، فقد حوصروا حصارا آخر من جديد. يا رب فك عنهم الحصار، يا رب فك عنهم الحصار، وارزقهم يا رب في الليل والنهار. اللهم ارزقهم، اللهم افتح
اشرح لهم، اللهم لا تمكن أعداءهم منهم، اللهم سهل عليهم، اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا في مصر، اللهم ول عليهم خيارهم ولا تول عليهم شرارهم، وانصرهم على من ظلمهم وسفك دماءهم، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم إخواننا في بلاد الشام في سوريا قد ظلموا وهدمت ديارهم ورملت نساؤهم وتيتم أطفالهم بفعل هذا الطاغوت وأعوانه. اللهم كما أهلكت فرعون فأهلك، اللهم كما أهلكت الطواغيت من قبل فأهلكه ومن معه. اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين، اللهم سلط الظالمين على الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم إخواننا في بلاد أراكان لم يعرفوا صوماً ولا يقدرون على صلاة من الظلم الذي هم فيه، وأنت أرحم الراحمين. اللهم ردهم آمنين إلى ديارهم، اللهم ردهم آمنين إلى ديارهم، وانصرهم على عدوك المجوس وعلى عدوهم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه الأمة في حلها، وأن تحفظها في بدوها وحضرها. اللهم يا حي يا قيوم أصلح إعلام المسلمين، اللهم أصلح إعلام المسلمين وأعلام المسلمين وعوالم المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح اقتصاد المسلمين، اللهم أصلح سياسة المسلمين، اللهم ولِّ عليهم خيارهم، واحفظ بلاد الحرمين بحفظك واكلأها برعايتك وعنايتك، ولا تسلط عليها عدواً يا حي يا قيوم ولا ماكراً يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجازي خادم الحرمين الشريفين ومن معه من أصحابه وأعوانه وحكومته، اللهم جازيهم على ما فعلوا في الحرمين من توسعة. اللهم احفظهم بحفظك واكلهم برعايتك وعنايتك، وخذ بنواصيهم لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تؤمننا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم، بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد، واغفر لنا ما قدَّمنا وما أخَّرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.